السلام عليكم. اليوم نقف على إشغال تاع الإقامة السكنية الجزائرية واسمها الجزائرية واللي تقع في منطقة ديل إبراهيم بالقرب من الدنيا بارك، واللي الآن راهي تقرب إلى الإشغال الانتهاء من هذه الإقامة الرائعة اللي يعني من الناحية المعمارية تعد واحدة من أجمل الإقامات السكنية في الجزائر، وخاصة في الجزائر العاصمة. والمؤسف هو أنه تقع في منطقة معزولة، حبذا لو كل هذه الـ يعني البنايات الرائعة اللي راهي تعرفها كل مناطق الجزائر وكذلك بعض الولايات الأخرى، حبذا لو كل هذه المشاريع تقام في مكان معين مهيئ لها ويكون فيه أحياء جديدة تعطي نظرة يعني مستقبلية ونظرة عصرية للجزائر العصرية. لكن للأسف الشديد ما فيش نظرة شاملة، ما فيش أحياء جديدة يعني بأتم معنى الكلمة، وين يكون فيه كل هذه البنايات الرائعة، أعيد وأؤكد ذلك، وكبيرة يعني من ناحية الحجم كذلك، ما متحفرة في كل مكان. الله غالب، هذا هو القماش. إذا خليكم تتابعوا الفيديو حول الإقامة السكنية الجديدة الجزائرية اللي تقع بمحاذاة دنيا بارك، حديقة دنيا بارك أو حاضرة دنيا بارك. خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الموضوع، والسلام عليكم. Thank you.